السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم عبدو معكم كنعتذر على التعطيله. كان عندي واحد البروجي كان خصني نصاوبو للسونتر. دكا اليوم غنوريكم كيفاش تخدموا بنيرفيغ غينيور، يعني هي العكس ديالها. يعني غادي نحاول نشرح غير نيرفيغ غينيور بين، غادي يبان الاستعمال ديالها مش نفس الطريقه غير هي بالعكس. نيرفيغ شنو الدور ديالها؟ هو انك تاخذ انت واحد البروفيل وتخرجو سلو ان كورب جيد، يعني واحد تعطيه واحد التراجي باش يتبعو مختصر المفيد. اجي غنرسم انا واحد السيركل هنايا، ياك غنعطيو مثلا ديامتر 20. غنجي من بعد البلون اللي مقاطع معاها يكون فيرتيكال عليها، مثلا هذا ولا هذا. ناخذ هذا اللي رسمت فيه انا، مثلا ناخذ هذا، هاك ندير اسكيس ولا السيركل غيبقى لتحت شويه. هنا غادي نختار كونتور ونرسم ليه واحد التراجي اللي بغيت انا هاد السيركل هادي تبع ليا. فوالا هذا هو الديسان ديالنا كنخرج مزيان. دابا كنمشي نيرفيغ. نيرفيغ شنو طالبين مني هنا؟ هنا كيطلب منك اول حاجه اللي هو البروفيل. البروفيل هو الديسان الاول، يعني السيرك اللي هو هادي هو اسكيس ا. نقدر نجي نختارو كذلك من هنا، تولي هذا هو اسكيس ا. تاني حاجه طالب مني كورب جيد اللي هو هذا، صراحه كذلك نختارو من هنا. كندير اوكي. كيما لاحظتوا شد ديك سيركل و دار ليها اكستريزيون على داك الكورب اللي عطيته، واخا جميل لان يعني هاد الطريقه ما نقدرش نديرها باكستريزيون عاديه. داكوغ. دابا هنايا هاد التيب هادي خرجها عامرة. نحاول نقطع لكم بياسه من الداخل بس باش تبان لكم. فوالا كيما كتشوفو بلا، يعني عامرة من الداخل ماشي خاوي. بغينا حنا نديرو هادشي بخاوية. داكوغ. نقدر نجي لهنايا لغينيغ ونرسم واحد السيركل وندير ليها واحد الكورب تاع هي كنزيد على راسي خدمة. نقدر من نيغفيغ ندير ديك الخدمة. غادي نجي انا هنا اللي ندير كليك باش كيرجعني لهنا. غنجي لهنا عندي هاد اي بي سي بروفيل اللي كنديرها كيطلع ليا هاد. كنمشي للبروفيل ديالي هو اسكيس ها، كندير انا بشحال بغيت لي بيسي. مثلا بغيتو ب 5 دابا، يعني الى زومينا هنا راه هي الاي 5. شوفي عطاني هنا، يعني خليه هذا وعمرو لينا حنا ب 5 دابا. هنا الى بغيتي تانفيرسي عندك ان 5 تخرجها ولا ديرها من الداخل، نخليوها من الداخل. ندير اوكي. فوالا يعني هاوشو خوليا لا ماتيغ من الداخل. هادي الاستعمال ديالها الاول. كاين واحد الاستعمال واحد اخر، مثلا الا بغيت ندير دي فيس ولا دي فيلتاج لي مختلفين، مثلا بحال التخبي زويدال بحال الكاري بحال الغون بحال، حيت ما كنديروهمش ب سميتو ايه بهادي طاوداش فيلتاج شي، غادي نجيو ليها من بعد. هاكا دابا غنحل بار ديزاين واحد اخر. هنا اول حاجه غادي ندير غنكري سيلندر. ناخذ هذا غادي نكري فيه واحد الديامتر ديال 40 باغ اكزومبل. هنا غادي نحاول انني نصاوب واحد الفيسون فان، غادي نديرو هنايا 100. اوكي دابا اش غادي ندير؟ غنجي لهذا البروفيل هذا، ياك نفس الشيء نفس البرينسيپ. انت هو تاخذوا لي مقاطع معاه، يعني هذا ولا هذا. ناخذ مثلا هنا هذا ندير سكيس، غادي نرسم لا فورم اللي بغيت انا هنايا. غنديرو فيلتاج يكون كاري 5، هنا كذلك اعطيه 5، وبطبيعة الحال من هنا لهنا أعطيه بليغيون اللي هو 20.
مزيان كنخرج دابا. دابا غادي خصني واحد ليليس. قبل من ليليس غادي نرسم انا واحد لاكس، اقول لكم من بعد علاش غنحتاج داك لاكس. مانختارش لاكس، غنختار لين باش بغيت يكون يبقى فيزيبل في 3 دي. نختارو هو هذا، نخرج غادي نمشي اشولي ديال فور جينيراتيف شيب ديزاين. ملي كندخل ليها لاحظوا كنلقى هاد هنايا سميتها كورب، كنكليكي على السهم اللي معاها وكنمشي لإليس. دابا إليس كيطلب مني يعني بوان ديبار لي هادي، وكيطلب مني لاكس هو هذا اللي رسمت انا هويا. تاش قلت لكم خصنا نرسمو واحد لاكس، ندير اوكي. ورا لاحظوا انه كيدير لي واحد إليس هنا. هنا كنتحكم انا في البا ديال إليس، باغ اكزومبل ناخدو با 10 وهنا غادي نختارو يعني لا لونغور، يعني بشحال غادي يمشي. هما دايرين اوتور ولكن حنا نورمالمون راه لا لونغور غادي يمشي. نحسب نعطيوه 105 باش يجي شوية خارج من بعد باش نركشي فيه. داكوغ، دابا كنرجع بار ديزاين، كنختار نيرفيغ على الحال. هنا بروفيل هو هذا، والكورب كيدر هو هذا. هنا غيطلع لي واحد الايغور، فوالا ايغور. دائما ملي كتبغي دير فيلتاج كيقدر يطلع لك هاد الايغور. اوكي، اش غادي ندير؟ غنجي لهنا نختار لي هادي ديريكسيون اكزيستون، ياك اللي هو هاد لاكس هذا. اوكي فوالا، هنا باش تتأكد منه انه غادي صحيح سير لخر ديال الفيلتاج وشوف واش مهزوز على على السيرفاس اللي درتي ولا لا. هنا كيبان لنا الشيف ما مهزوزش، يعني غادي مقاد هو الكريم لاصق مع السيرفاس. صافي مزيان، كندير اوكي. فوالا رجع، انتظروا الاصوات في الخلفيه لان الدراري خارجين بالليل وخا رمضان والحجر صحي. المهم هذا هو الفيسون فان ديالنا. تقدر تريكتي فيه من بعد، تزيد ليه اكس من هنا واكس من هنا باش يجي مقاد هذاك. المهم هادشي كلشي الفيديو ديال اليوم، هذه الطريقه باش كتخدم ب فينير. المره الجايه غادي نحاولوا نديرو تخو، يعني نقصتها غادي نحاول نديروها في الحلقه الجايه ان شاء الله. وبالنسبه النيرفي بالنسبه للغينير راه نفس الشيء، يعني ما كاينش اختلاف. هادي كتعمر لا ماتيير، هادي كتحيد لا ماتيير. يعني انا مثلا نقدر نرسمها فيها شحال قلنا درنا 40، يعني نفترض نديرو فيها حنايا 50، وغنجي نرسم انا داك الشكل داخل في لا ماتيير، نعطيه حتى هو لي ليست ديالو ونختار هادي باش كيحيد لا ماتيير. المهم هادشي كلشي الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.